السلام عليكم الإخوان ومرحبا بكم وتحياتي للجميع في هذا الكانتي ديال يوم الغد يوم الخميس على الأوتاي 3900 متر لسيد الريس 6.5 8.5 ريفيرونس ديالها 110 16 عود غازون. على كل حال اخواني ربما غتكون شويه ديفيسيل على ما اظن، عكس اليوم عكس الكانتي ديال اليوم اللي جاو لي 5 برومي او لا لي 6 الاولين، يعني حتى السيزيام السيزيام توجا، يعني الطروه توا دار سيزيام، يعني كانوا كورسه فافوريه و ناد واحد غادي نقول لك اخر شيء على بنادم في هذاك الويت ميجيش. قلت لك اخويا كوفري بلي فافوري، كوفري بلي فافوري وخذهم اخويا وزيد داك 12. قلت لك انا راه غادي تخلص. المهم راه داروا معاهم زوين ملي دخل داك 12، وكون ما جاش 12 غادي ما يدير والو. على كل حال اخواني انا ما كنلعبش هاد الاتجاهات النهائيه، وزعما راني شاد ديزورد. على كل حال اول عود متسابق عندنا الامبريسيف ماشين، امبريسيف ماشين العود اللي ربح لينا جوج ديال الكانتيات في 2022 ومشى لواحد البري اللي هو كبير عليه وخسر، دار لينا سيزيام مع واحد الكاتيجوري ديال 7 ديال الخيل اولا 8 ديال الخيل ويرجع لينا الكانتي وبقي عاقل على الكانتي. كان عندنا ديزوردر هذا اللي كان خلص مزيان لا فيكتوار ديالو، ما عرفتش واش الاولى ولا الثانيه. المهم مع سنغافور تريب، كنظن مع سنغافور تريب، سنغافور تريب كان الاخوه تخلصوا معنا في هذه الكانتيات هادو، وكان دخل دوزيام بلاس ب 72. وهذا العود كنا درنا عليه لايف لايف وكنخلص لا لي بونيس طلا ولا لي بونيس كات. على كل حال ما عنديش الواحد الاخوان اللي عنده بازي ديو، المهم انا ما خصيش نقلب في الفافوري الواحد هو يعني سات يا فافوري. سيرانو دي بايل هذا لا يعني يا الاخوان باش تكونوا عندكم واحد المعرفه، وهذه يعني تنقول انا ما كاينش ما عنديش، انا كنقولك انا ما عنديش لا سيليكسيونا ديالي ما فيهاش الواحد، حيت الا درت الواحد راه غندير كوبي كولي لهادو، غنهز غير هادو وغادي نلعب ويتشوفو نشكرهم. هذا الخمسة هادي تريز 11 شيشي دولا بيغال 14 روك اند رول غاريك هارموني نيو بريزيدون. ايوا نبقى غادي نقول لهم الاخوان تقدر تكون شي مفاجأة هنايا ما بين شي واحد من هنايا، ممكن يكون فلان وافر فلان وافر فلان، ولكن انا لا انا خاصني نحيد. الى حيدت وكان داك التحياد صحيح النسبة ديال مشاهدة الإخوان غادي يتخلصوا، يعني النسبة كبيرة ديال الناس اللي شافوا لا فيديو غادي يتخلصوا. ما كنقولش كلشي غادي يتخلص، لأن كلشي ما ماشي كلشي اللي غادي يلعب، ماشي كلشي اللي غادي يلعب نفس اللعب. كاين اللي يقولك لا أنا ما عندي داك العود اللي ما عندكش، أنا هادي 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 تيبغي يزيد ولا هادي، ربما يكون هو صائب ربما يكون خاطئ. هذا ما كان يا اخواني الاكائي الكرام. اذا 70 كيلو غادي فقط الهوت دي دي اي دي عود ديال الدوزيام بروف، وعود اللي ديجا عنده الكانتي ودير لينا اريتي في ليستي دي ريس، كان دير لينا اريتي في الكونديسيون ديال ليستي دي ريس في الكومبين، ودير لينا كاطريان في 120000 اورو في غران بري ديال 3600، كان جرى مع واحد 6 ديال الخيل اولا 7. المهم عاود دي كانت ديال دوزيام بروف، عنده اول كانتي كانت يمشي لي ليستاراد ليستاراد، غادي يتخلى عليه هاد العود، ربما حنا غادي نختاروه، حنا غادي نختاروه بنسبه كبيره وصافي. هذا ما كان
على ود الكاتيجوري اللي كيديرها وعلى ود لونترينور السور دو دو بوليغارد يعني خويو ديالو. تجي صراحة ربما الكوب فين آخر كورس راه جاب لينا الدوز على ما أظن تنظن. هوزافيل سانكيام بلاس هوزافيل كان ديالو كان عنده الآن ودوز في الآن ودوز وما أظن مانديروس كان على الآن وكان هوزافيل على الدوز يعني جابهم يول البارح جا واحد ساكن واحد ويتيام. هاد الشيء اللي كاين الخوت بالنسبه للكات نيو بريزيدون لوكاس زاليان هذا هو اللي ربحهم هذا هو اللي ربحهم وكان دار اريتي الكرة اللي قبل منها كان دار اريتي و صراحه كانوا جاو هنا في الاريتي ديالو كان خسر مو الناف مو الناف كما غادي نشوفوا الناف دار زيرو والنيو بريزيدونتي دار زيرو وجاو بجوج في لي سانك برومي ولكن اللي خسر هو موجيك اللي دار سانكيام هو اللي خسر. ان لا ديستونس طويله لو شي داروا فيكا ربما بلاصه ربما بلاصه اخر كورس ضرب غانيو دونك الكات ما غاديش نختارو 67 الى 69 ونص ريفيرونس 11 دونك هاد الكاتيجوري كلها ربما الكاتيجوري كنظن كلها خصها تكون اوت تنظن والله اعلم. موجيك غاريغال شيشي دو لا فيكار رونك الروك اند رول وكذلك نيو بريزيدون كانوا جاو في ريفيرونس 9 و11. حنا غادي نشوفو الريفيرونس ديال اليوم الغد ريفيرونس 9 و11 ريفيرونس 6 و8 نوعا ما غتكون شويه صعيبه نوعا ما غتكون شويه صعيبه على الخيول ديال لالين الاخرى والله اعلم يا اخواني الكرام. ايوا بالنسبه للخمسه فلاش دافيا غدا عاود غيكون منافس في ميلا غتكون منافسه وشرسه شرسه فهاد لاكورس هادي دونك غادي نختارو فلاش دافيير موجيك انخيل لوزال يعني فرانسوا نيكول عاود اللي مشى معاهم وما عندوش شي تجربه قديمه في الجاده لنا واحد لا سوربريز في الكانتي الاول في 3600 ودار اريتي في اخر كورس تيبقى الاخوان هذا خارج من نون سيتي يعني نقول لكم نون سيتي في الاخر غاري كارموني ليستاراد بيترون ليستاراد ادريان فوسيير غاري هارموني ما عندوش حتى هو تجربه بحال هكا بحال السيس يعني عاود اللي دار لنا واحد لاكورس زوينه في الاوتي فافوريات العاود دوزيام في الكونديسيون في الكولون 3600 في شهر 3 هي اللي عنده ما عندوش كانتي عنده كانتي في البلاصه في هذا هو اللي عنده ما عندوش تجربه كبيره في الهي يعني يلا كيبادي ودوك الخيول اللي كتكون يلا كيباديه الوصول ديالها الى لاريفي كتكون شبه مستحيله والله اعلم. مهم عاود فافوري يعني فير يوزو كذلك فير يوزو عاود الالمان هاد العاود هاد غابرييل لانديرس عاود المان هاد العاود كان بادن بادن سيد بروكن باد هارزبورغ هامبورغ المهم عاودتي ديال الالمان وكيدير فرنسا وكيدير المهم خرباق الدنيا هاد العاود هذا ولكن عنده واحد البدايات ديالو تا هو في اللي كانتي اول مره. المهم بما انهم مدخلين هاد الخيل ديال شوية تيكونوا ضعاف الكاتيجوري اللي كيديرها الكاتيجوري اللي كيديرها تيبقاو خيول تقدر تفاجئ. المهم انا غادي ناف هذا هو اللي دار لنا واحد لا سوربريز واحد لا سوربريز خايبه في الكنتي سانكيام اكزيكو مع واحد العود ولكن خلاوه عطاوها له هو ما دخلوهمش اكزيكو فيليب هاد العود اللي ما جلس لينا بزاف عود اللي تيبغي ستيب الهي ما عرفتش علاش المشكل ديالو في الهي ما كيكونش اون فورم
لعبتو اريتي في اخر كورسة في شهر 12، لعبتو هاد العود وباز كتنقول هو اللي كاين، جرا في ريفيرونس 7. المشكل فين كاين؟ في 65 كيلو، ودابا عطينو 66 كيلو. دونك شكون اللي ربحو؟ الشيشي دو لا فيغا، ولكن مشى ب 64، 65 فرق ديال كيلو. شيشي دو لا فيغا هو انت نوصلو لشيشي دو لا فيغا. المهم هاد العود اللي مرضني في ديك لاكورس، يعني في قلور ودار اريطي بكري، دار اريطي يعني تيشل المذبح بكري، ولكن بحال هاد الخيول تنخاف منها انا. الخيول ديال بيا ديال البروند هادي، ديال فامي البريون، لا فامي بريون، مادموزيل هادي توفات، هاد عائلة بريون، هاد السيدة مارغاريتا، وقيلة مارغاريت بريون، هي هادي وقيلة توفات تقريبا في السنوات الأخيرة. مي هو عاود تيلعب في ستيبل مزيان، وفي لا ديستونس قصيرة مزيان، ولكن خارج في النون سيتي هاد العود. شيشي دو لا فيغا لا خيار عنه، منقدروش نحيدو. لوكاس عاود ديال دوزيام بلوف كدير ليهم واحد لا فيكتوار في 3600، وقيله 3900، 3900 داخل في البيناليزي. الكانتي ديالو 5 في الكانسور مير، عاود غيكون في الطوكار ريفيرونس 16 14. كان دار لينا واحد الكرونو ديال 4 دقائق 46، 4 دقائق 46 يا اخواني الكرام. ونشوفوا واخا الكرونو ماشي شي حاجة، ماشي شي حاجة، ممكن تيقش بالكرونو هنايا. 4 دقايق 46، وهذا 4 دقايق 40. فرق كبير، فرق كبير ما بين الكانتي والدوزيام بروف. دونك غيكون 13 المنافس هاب في الحاس هذا ديال هارنو شايلي شايلي. ايوا الاخوان الروك اند رول هو اللي دار دوزيام، وكذلك حجي هاد العود هو اللي غادي يشلل اليوم المذبح واقيلا يا الاخوان. هاد العود السيز غيكون فافوري، يعني كان السيز غيكون فيهم واحد في ميلات. ايوا الاخوان شي حاجه غتكون تما. المهم شحال كاينه من في ميلات باش منبقاوش نطمطمو بزاف. 5 و3 و15 و16. يا اخواني الكرام ما نقدرش نفرط في شي وحده فيهم. الخمسه ما نفرطش فيها، الخمسه والكنز ما نفرطش فيه. الناس بالنسبه للكارنيشيت خيول ديال لويزا كاربيغي، عوده اللي دايره لنا 47 غانيو في الكونديسيون، تتلعب في ستيبل كاطريه في ستيبل. ايوا يا اخوان ناخذ الكنز. الكنز راه ما عندوش، ولكن هو الحلقه المفقوده، الحلقه المفقوده حق اللي غيشوفو. كاطريه اريتي ساتيه في الهيف البو، وما عندوش تيران. اذن هو يا اخوان الكنز، فين كنز؟ ايوا لي نون سيتي الاخوان غادي نقولهم لكم. كاين 3، كاين 6، كاين لو 9، كاين لو 12، كاين لو 15. هادوما لي نون سيتي 3 6 9 8 تل 8، يعني 3 6 8، 3 6 8 9، 3 6 8 9 12 15. خدينا ال 15. المهم لا سيليكسيون ديالي، واللي عنده الواحد اخوتي لعبوا في الباص. اللي عنده شي حاجه انا ما ذكرتهاش وتايق فيها يلعبها في الباص، هذا ما كان. المهم لي نون سيتي شنو غادي نختارو فيهم؟ 3 6 8 9 12 15.
خيول ديال الدوزيام بروف غنقول لي اعتذر دوز نف دار لينا لا سوربريز غنقول اعتذر شكون غيبقى ليا غيبقى ليا السيس وغيبقى ليا الطروة والويت هادو هما اللي غيبقاو ليا والكنز ولكن لي في ميل بزاف ما نقدرش ناخذهم كاملين دونك غادي نختار الاخوان الخمسه باص خمسه غيكون شوفال دو باص خمسه دونك الكات ما عنديش وما نلعبوش وما نحطوش في سيليكسيون واللي عنده اللي ربح سينك غادي نمشي لعند عندك سبعة وثمانية غيكون فيهم شي واحد غادي نختارهم بجوج سانك سات ويت غادي نزيد الأونز هو التريز هو الكنز إذا شحال عندنا منعاود سانك سات ويت أونز تريز كنز ستة ديال الخير ماذا غادي نزيدهم غادي نزيدو داك الكاطور السبعة ديال الخيل سبعة ديال الخيل وغادي نزيدو داك الطروة ثمانية ديال الخيل هذا ما كان اخوتي واللي ما عندوش الطروة يختار شي حاجة ما بين نافليس هادشي اللي كاين الخوت خليت لكم الراحة دمتم في رعاية الله وحفظه ومع السلامة